هل لأولياء المقتول خطأ العفو عن الدية مجانا والمقتول عليه دين وله وصية؟ إذا كان المقتول عليه دين وله وصية فإنه لا يحل للورثة أن يتنازلوا عن شيء من الدية إلا بعد قضاء الدين والوصية، لأن حق الورثة لا يرد إلا بعد الدين والوصية، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. وإذا تنازلوا فالتنازل غير صحيح، يجب إلغاءه. وإذا كان تنازلهم عند المحكمة يجب أن يرجعوا إلى المحكمة ويخبروه، يخبر القاضي بأن المقتول عليه دين وله وصية، فيؤخذ الدين أولا ثم الوصية ثانيا والباقي للورثة. وأيضا لا بد أن يكون الورثة مرشدون، لا بد أن يكون الورثة مرشدين، أي بالغين عاقلين حسن التصرف. فإن كان فيهم قصار فليس لأحد من الورثة أن يسمح أو أن يتنازع عن حق هؤلاء القصار إلا إذا ضمنه لهم. نعم.